موضوع كمان هلأ شاغل النقاش العام هيك بين الأحزاب، يعني بيقعدوا يسبوا بعض مين المرتكب ومن يغطي المرتكبين ومن هو الذي يريد فضح الارتكابات والمرتكبين والفاسدين وكذا، انطلاقا من التدقيق الجنائي اللي أقرته حكومة حسان دياب أنه يصير على حسابات مصرف لبنان، اللي كلفوا بوقتها شركة أجنبية اسمها ألفاريس أند مارسال للقيام بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان جنائيا. طيب شو الفكرة هي؟ شو التدقيق الجنائي؟ التدقيق الجنائي من حيث المبدأ هو محاسبة أودت بنعمل لحسابات شخص، شركة، مؤسسة، بحالتنا هلأ مصرف لبنان، ولكن بهدف جنائي لكشف ارتكابات، اختلاسات، فساد. مش انه اعمل تدقيق محاسبة بس شوف شو الان وشو الاوت واعطيك ورقة فيها البالانس شيت، يعني مثل ما كل واحد بيعمل اخر السنة مع الاوديتور تبعه اذا عنده شركة اما عنده مؤسسة اما على صعيد شخصي اذا عنده اشغال. هذا التدقيق اللي بيكون جنائي بيكون الهدف منه نشوف بالعمليات المحاسبية بهالمؤسسة ولا اللي عاملها هالفرد هل في ارتكابات، هل في مخالفات للقوانين. بقى قرروا شركة أجنبية تعمل تدقيق جنائي على حسابات مصرف لبنان. هلا بوقتها ثاقبت، كنت ضايف ببرنامج تلفزيوني مع زميلنا رواد ظاهر، وابديت انه هيدا كل هالقرار تحت هالسقوف الكبيره ارتكابات وفساد وشركه اجنبيه وكذا هو اللي كسب الوقت، واوضحت الاسباب ليه. رح حط الفيديو تمام نقول انه هلا عم نتفاجئ باللي عم بيصير، انه ما معقول. كانت معروفه من اول ما اتخذ القرار، وانا ماني حدا لا انسايدر ولا جوات الحكومات ولا وزير ولا بالاداره، وكانت واضحه النتيجة إن رح توصل لهون من وقتها للأسباب التالية. هون بنفوت على الفورنزيك، لأنه أنا برأيي بأكد مسعى كسب الوقت، كسب نعم. الوقت بإهداره. يعني هي إنه بتشتغل على في مفوض الحكومة لدى وزارة المال، لدى المصرف المركزي، هيدا بقانون النقد والتسليف شغلته الوحيدة، هذا بصفة مدير عام عنده معاشه، نعم، شغلته الوحيدة يروح يطلع على حسابات المصرف المركزي وملزم المصرف المركزي بتسليمه إياها. طيب ما حدا رد عليه، بغض النظر اذا مفوض الحكومه قام بشغله، اما مصرف لبنان تمنع عن اعطاء المعلومه، هيدا الزلمه نيوتراليزد غير موجود. بتقوم هيدي الحكومه من ثلاث اجماع بتعين مفوض حكومي جديد. صحيح. يعني المفروض عينت حدا موثوق منها. طيب هيدا لليوم بيطلبوا ارقام، بيطلبوا كذا وما بنعرف شيء. بنقول بدنا نعمل فورنزيك اوديت واكونتنج اوديت. بالشير اكونتنج اوديت التدقيق العادي، المفروض مفوض الحكومة بيعطيك كل المعلومات وبتخلص، ما بدها الشركة واستشارات مرة. هلا الفورنزيك اوديت تدقيق جنائي، يعني هيدا لقطه بوقت الكابون والمافيا تبعه من ورا فورنزيك اوديت، صار انه طلع من ورا عائدات الضريبية لحقوا المصاريات اللي عم يطلعوا من حسابات وكذا، وصلوا انه هيدا عم بيدفع لمجموعات ناس لقطوه. طيب بتيجي هيدي الشركة بدها تروح على مصرف مركزي، بدها تقول له انا بدي معلومات وقدرة على اطلاع على هو كله، بده يجي هو يقول هيدا قانون النقد والتسليف المادة 151 منه، تفرض علي حفظ على سرية وكتمان المعلومات المتعلقة بكل المصرف المركزي، ولكن أنا بما أنه قلبي كبير ما بدي أعمل هيك، رح أنا سلمك المعلومات، بس هو بيسلم المعلومات. إذا في سلطة، في قمع بالنص اسمه المصرف المركزي استنسابية. بصير السؤال، طيب هيدا الزلمة، هيدا المصرف المركزي اللي ما عطي معلومات لجهة مفروض عليه يعطيها معلومات اسمها مفوض الحكومة، ليش بده يعطي معلومات لجهة عنده الحق ما يعطيها المعلومات؟ ها واحد. اثنين، جيت انا طلع معي تقدير كشركة تدقيق انه بالهندسات المالية عندي شبهة انه هو غطى على خسائر بنك، مش بس عمل هندسات مالية لجمع احتياطي. نعم. هيدي فرضية بحطها، بدي اقول شو النية من وراءها. افترض موظف ولا مين مكان في رشوة دفعت من البنك للقيام بالعملية، طيب في سرية مصرفية ما بقدر اتعقبها. إذا بدي راجع كل المحاسبة اللي صار بين المصرف المركزي والمصارف، رح أوصل لآخر شيء، وقت بدي تابع إذا في يعني حلقة مسكرة ما رح تطلع منها جرمة فيها، مسكر علي، كيف بدي لاحق الجرمة إذا ما عندي حق أوصل للمحاسبات المصرفية؟ وآخر شغلة، رح نفترض هو كلهم مش مزبوطين، عملت تحقيقة والكل تعاون معها وقدمت تقريرها، اخر شيء هيدي لا بتلقط حدا ولا ضبط عدليه، بتبعت تقرير للحكومه اللبنانيه، مزبوط، بتاخذهم عند علي ابراهيم اذا شاءت، لانه هيدا شيء سري كمان، بتبعته لعلي ابراهيم ونرجع على نفس القصه.
منظر اللي واقع بس ابراهيم ساعتها يدخل يا عم مصالحه بركي على الطريقه اللي بنيه نطول الحوار بالاخير ونقعد. اذا هو ثلاث اسباب يعني اللي بوقتها قلت انه هذه ما بتوصل لمحل وهي لكسب الوقت. اليوم صارت كيف صارت؟ كما توقعنا، كما مش انا بس توقعت، كل شيء في عالم شوي متابع على هالقصص توقعت انه حاكم مصرف لبنان سيتزرع بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف اللي رح اقريها هلا كتبتها عندي، انه تهوى يقول انا مني مجبور اطلعكم بكل بساطة، لانه المادة 151 بتقول على كل شخص ينتمي او كان ينتمي للمصرف المركزي باي صفة كانت وبعضه بصفة حاكم ان يكتم سر المنشأ بقانون 3 ايلول 56 اللي بيحكي عن سر المهني، بده يكتم سر مهنته، ويشمل هذا الموجب يعني يكتم السر جميع المعاملات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي وجميع الوقائع التي تتعلق بالمصارف والمؤسسات المالية، وإنما أيضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه إلى المصرف المركزي. يعني هذا الشخص مجرد انتمائه إذا اطلع على معاملات وقائع تتعلق بالمصرف المركزي أم بالمصارف أم بالمؤسسات المالية والمؤسسات العامة المذكورة بتعاملها مع المصرف المركزي هو بده يكتب السر عليها، فطبق هيدي المادة على هيدي الشركة. ليش قلنا متوقعة من قبل؟ لأنه هيدا ليش قلنا متوقعين أنه هيدا تفنيصة لكسب الوقت؟ لأنه الحكومة اللبنانية وقت بدها تجيب شركة من برا لتكشف على حسابات مصرف لبنان جنائيا، يعني بدها تعرف إذا في ارتكابات واختلاسات بمصرف المركزي، طيب في قانون اسمه قانون النقد والتسليف بيحكم عمل المصرف المركزي وإلى حد ما المصارف، لأن المصارف موضوع تاني ما راح نفوت فيه، ما بدهم كانوا من الأساس يكون في أي قانون بيضبط عملهم، يعني عم نحكي من الستينات. طيب وقتها في بند من هالقانون بينشئ شيء اسمه مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي، المادة 141 شغلته هذا واحد بيشغلها، واحد اسمه مفوض الحكومة، مفوض للحكومة لدى المصرف المركزي برتبة مدير عام، هذا الشخص بيكون. طيب هذا شو مكلف، شو مهمته هذا الزلمة؟ المادة 142، واحد سهر على تطبيق القانون، قانون النقد والتسليف، نشوف إذا المصرف المركزي عم يحترم القانون ولا لا. اثنين، مراقبة محاسبة المصرف، المحاسبة الأودت، يعني بده يراقب المحاسبة تبع المصرف المركزي ويساعده في هذا الجزء من مهمته، موظف يقوله موظف بينتمي للفئة الثالثة بوزارة المال بينحط معه ليساعده بهذا الشغل. طيب وتشمل كمان دائرة عمل مفوضية الحكومة، هذا بيشمل عمله، جيبوا له كمان دائرة أبحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف، يعني التسليف عطيه موظف وعطيه دائرة تتعلق بالنقد والتسليف لتتعاونوا بمهماته. شو مهماته؟ السهر على تطبيق قانون النقد والتسليف والكشف ومراقبة محاسبة المصرف. عظيم هذا الشخص، وظيفته مهمة، المفروض يكشف كثير قصص صايرة بآخر 30 سنة. المهم المادة 143 لهذا المفوض الحكومي من قانون النقد والتسليف بيقول تبلغ فورا الى المفوض، هذا المفوض الحكومي، قرارات المجلس المركزي، المجلس المركزي تبع مصرف لبنان اللي بده ياخذ قرارات بالتعميم وبكل اخباره، خلال اليومين التاليين للتبليغ. بيطلب من هو بحق له يطلب من الحاكم يعلق كل قرار شافه مخالف للقانون والانظمه، وبيراجع وزير المالية بهالقرار، وزير المالية له حق يوقفه، بيوقف القرار، بيوقف التعميم. أما إذا ما بلغوا شي خلال 5 أيام بيصير سير المفعول. طيب آخر مادة بس، هذا المفوض الحكومة نعرف ليش هلأ ألفرس مارسال والتدقيق ومدري شو تفنيصة. المادة 44 للمفوض ولمساعده، الاثنين اللي حكينا عنهم، حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير التي تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 أيلول 56،
وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته، وليس لهما أن يتدخلا بأي شكل بعمل المصرف. شغلته دققوا بحساباته ويطلعوا على السجلات. طيب، أولا الحكومة ولا أولا هاي المفوض ولا مرة عمل شغله. ثانيا ولا مرة الحكومة طلبت من المفوض يعمل شغله. ثالثا حكومة حسان دياب اللي أخذت قرار جبنا ألفاريس أند مارسال لتعمل تدقيق الجنائي وجابوا أوليفر وايمن وغيرهم ليعملوا تدقيق عادي، كمان شركات دولية علما أنه فينا نعمل هذا التدقيق محليا. أوكي، ولا مرة إجوا طالبوا هذا المفوض يعمل شغله. إضافة لهذا الشيء بالهالحكومة السابقة بعينوا مفوض حكومي جديد، اللي قبلهم كان بالتكليف لأنه ما كانوا معينين لهم فترة، جورج معراوي اللي طبعا ما قام شيء من شغله، ومكافأة أنه ما قام شيء من شغله هل عم بيقوم بمهام مدير عام وزارة المالية من بعد ما استقال منها ألان بيفاني، وطبعا حكومتنا ما عينت حدا محله حتى الساعة، ما في شيء جديد، انتخابات فرعية دستور بيلزمهم يعملوها بعد شهرين إذا استقال نايب، قطعوا الشهرين وما حدا بيعمل انتخابات، عادي مخالف الدستور ماشي الحال. طيب عينوا حدا جديد، يعني هالحكومة تبع 8 أدار آخر وحدة عينت مفوض حكومي جديد، يعني إذا القديم مش عجبنا جبنا واحد عزارنا، قالوا حق يطلع على كل حسابات مصرف لبنان وسجلاته وأرصدة حساباته وصناديقه، في يطلع عليهم كلهم، وفي كل تعميم بيصدره المصرف المركزي ياخده يبعته لوزير المال اللي عنده حق يوقف القرار، ما بنعمل شيء منه. وشركة ألفاريس أند مارسال بتبعت أسئلتها لحاكم مصرف لبنان، بعتت له 133 سؤال، بارح حكينا أنه ما بيجاوب إلا على يعني تقريبا 40% 45% من الأسئلة ما بيجاوب عليها فوق ال 55 سؤال، بحاجة شو؟ أنه المادة 151 بتقله بكتم السر، عشو عم بيستعمل هالمادة؟ واستعمل انه سرية مصرفية وغيره، استعملها وقت اجوا طلبوا منه خي بدنا نشوف انت وقت عملت الهندسات المالية شو الاسباب والمبررات اللي دفعتك انك تعمل الهندسات المالية بال 2015 تربح البنوك هالقد وتجيب الدولارات اللي عندك، بيتحجج بيها يعني بهيدي شو خاصة بالسرية المصرفية؟ هاي واحد. اثنين، طيب الحكومة إذا بدها تسهل لها شغلة لهذه الشركة وعاملة شغلة أصلاً المفوض الحكومة عامل شغله، في المفوض الحكومي المطلع على هالسجلات كلها يروح يتعاون مع هذه الشركة لتسليم حسابات المصرف المركزي، طبعاً ما بتنعمل، وهذه الشركة كما توقعنا رح تبعت هلأ دراستها أنه هيك طلع معنا ما جاوبنا عهو، كنا بنتمنى جاوبنا عهو، بتكون نقدر نتطور بهذا الشيء بده جاوبنا عهو، فبتكون تعملوا القوانين اللازمة التعديلات القانونية، أما التفسير للقوانين الحالية لإلزام مصرف لبنان أنه يسلمنا لازم يسلمنا إذا قلنا حق نستلمون، وإلا عاود بسلم تكون هاتوا المصريات ونحمل حالنا من فل، وهذا رح يصير، بكون كسبنا شوية وقت بقصة أنه عم نعمل إصلاح، وكسبنا سلاح بإيدنا أنه شفتوا نحن اللي ما فرقت معنا شيء، ونحن جبنا شركة أجنبية لتعمل تدقيق جنائي بحسابات مصرف لبنان، وتمنى على حاكم مصرف لبنان أنه يعمل أنه يقدم المعطيات والمستندات. طيب عظيم. كمان حكومة 8 أدار الحكومة السابقة طرح عليا، وقبل على فكرة اللي بحب يطلع على أسئلة هيدا بركي بحط اللينك فوربس، حطت كل أسئلة الشركة اللي وجهتها لحاكم مصرف لبنان واللي ما رد عليهم، ليش ما رد عليهم حاكم مصرف لبنان، بحطها لينك هلا بالدسكريبشن تحت الفيديو. بس آخر شغلة، هاي الحكومة السابقة طرحت إقالة حاكم مصرف لبنان، طبعا إلى الحق، مين اللي حط فيتو على هالموضوع ومين اللي اجا قال لا ما بنحط على التصويت، خلينا نناقش سياسته واللي نحن ضده وكذا، بس ما بدنا نطير حاكم مصرف لبنان؟ ثمانية أدار، وبوقتها اللي تسرب لكل الصحافي انه ثنائي امل حزب الله هو اللي قبل الجلسة بلغ رئيس الحكومة انه نحن ما عندنا مشكلة نناقش بسياسة حاكم مصرف لبنان وكذا، ولكن نحن قصة اقالته منا معه. اوكي، طيب هلأ جاي سعد الحريري رئيس حكومي
قال على التلفزيون انه هو معتمد على رياض سلامي واشاد فيه وكذا. طيب الحكومة عندها الصلاحية، اولا نرجع على الحديث من اوله، تلزم رياض سلامي ام اي حاكم مصرف مركزي كما يقول قانون النقد والسليف، الزام مش عزوقه يعني، يطلع مفوض الحكومة على كل سجلاته وصناديقه وتعاملاته. تقدر اليوم، تقدر هاي الحكومة تصريف الاعمال، بتقدر وزير المال يبلش يشوف كل تعميم المصرف المركزي اللي كل يومين بيطلع بتعميم ويشوف اياها بلاقيها مراعي للقوانين والانظمة واياها لا ويوقفها. وبتقدر توصل انه تطير رياض سلامي وتعين واحد محله بكل بساطة. لا ما راح تصير اكيد، لانه جايبين سعد الحريري، مين جايبه؟ 8 اذار اللي اصلا كانوا حاطينك ما بعرف لاي اسباب، يقال لعدم تصعيد الخلاف مع الامريكان وغيره، تحاليل هاي كلها موجودة مظبوطة ولا فعليا لقوا الظرف مش مناسب. اوكي بقى اليوم اللي بده يفتح معركة انه بده يعمل اصلاح وكذا، يروح يحصن اي تدقيق بده يصير، اول شيء بما يحميه القانون اللبناني من مفوض الحكومة يعمل شغله، يخليه يعمل شغله. ثانيا اذا بده يجيب شركة اجنبية لتعمل هذا الشيء، كان معروف نية حاكم مصرف لبنان ويحين حكيتهم من 3 اشهر على التلفزيون، واذا انا بعرفهم يعني كلهم يعرفون انه هيك رح يعمل مصرف لبنان، بتحصنوا بمجلس النواب بقوانين. طالما انتوا اكترية نيابية فريق 8 اذار، حاولوا انهم يروحوا على المجلس كروا كرمال الشفافية انه يتاح لهذه الشركة الاطلاع على حسابات كذا كذا بموجب القانون كذا كذا، وممنوع حدا يعرق لها شغله بده يجاوب اقله لعدم التزرع بالسرية المصرفية كما هو كان متوقعا، ولعدم التزرع بالمادة 151. خلي مفوض الحكومة يعطي المعلومات للشركة، انتم معينين مفوض الحكومة تعمل شغله بكل بساطة. بقى هذه فقاعات هوا للتقاذف السياسي، لان البلد فارض كل واحد عنده مصلحة يكب على التاني. لو في مؤسسات عم تقوم بشغله، التدقيق بينعمل والمقومات الداخلية للقيام بهذا التدقيق بشكل دوري، مش كل فترة نجيب شركة اجنبية موجودة بالقانون بس بدنا مين يطبق القانون. وقريت مواد بقانون النقد التسليف اللي بتسمح وبتلزم مصرف لبنان يفرج كل حساباته. فاذا تزرع بالاخبار الخارجية كذب، لأنه اللي عنده النية بيعملها من دون شركات أجنبية، بيعملها بالقانون المحلي.